اهلا بحضراتكم من جديد وسنه حلوه يا قيعي. ده الهاشتاج بتاعكم على الفيسبوك على تويتر، تقدروا تقولوا كل اللي انتوا عايزينه، وبنوعدكم ان ديت تكون ضربه البدايه لتفاعل مصور دايما مع حضراتكم. الفيديوهات اللي هتبعتوها في ما لا يزيد عن 20 ثانيه للفيديو هتعبر فيه اللي انت عايز تقوله للمهندس عادل، اللي انت عايز تعرفه، اللي انت عايز تهنيه، لكنه باستمرار كل حلقه هيبقى فيه جزء كبير جدا لوقت حضراتكم بالتفاعل معانا، سواء بالرسائل اللي انتوا بتبعتوها وهنقراها، او بالفيديوهات اللي انتوا هتبعتوها وتشوف نفسك على شاشه الاهلي من خلال ملك وكتابه بالصوت والصوره. سنه حلوه يا قيعي، بننتظر تفاعل حضراتكم تباعا. لكن عايزين نقول فقرتنا الثانيه في الاهلي، الرايه طايره والقدم ثابته. هو ده مش وضع يعني اسطوري ولا حاجه، ده تصوير للمهندس عادل القيعي عشان الحق ينسب لصاحبه. ده عنوانه هو الرايه طايره، رايه الاهلي طايره في العلالي قوي مع رجال الطايره في البطوله الافريقيه في تونس. لكن كمان القدم الاهلاويه مع حسام البدري في القاهره ثابته قوي على الارض في افريقيا وفي بطوله الدوري. بمناسبه بطوله الدوري، النهارده لجنه المسابقات كشفت عن الجدول الجديد للمباريات القادمه في الدوري الممتاز. هقول لكم في ابريل، شهر ابريل الاهلي عنده كم مباراه؟ 2 4 6 مباريات مهمين هيبداوا يوم 1 ابريل. 1 ابريل هيلعب مع الداخليه، 6 ابريل الاهلي وبتروجيت، 11 ابريل هيلعب مع الاتحاد في اسكندريه، 16 ابريل مع اسوان في اسوان، 24 ابريل الاهلي وطنطا، و28 ابريل الاهلي والانتاج الحربي. دول الست مباريات الابريليه للاهلي يا باشمهندس. ندخل في مايو هنلاقي في اربع ماتشات مهمين قوي في مايو. الاهلي بيلعب مع طلائع الجيش 2 مايو، مع النصر والتعدين يوم 6، مع الشرقيه في الزقازيق او في الملعب اللي هتختاره اللجنه تقريبا استاد الجيش بالسويس يوم 18 مايو، و29 مايو المقصه والاهلي مباراه قمه حقيقيه. الاهلي وافق على استئناف الدوري حسب تصريح اللواء شيرين شمس مدير التنفيذي للنادي. انتوا عارفين وقت ما لجنه المسابقات لعبت في الجدول وعدلته كان النادي الاهلي طلب انه ما يلعبش مبارياته الا لما الزمالك يلعب مؤجلاته، لكن حرصا على استقرار المسابقه واستمرارها النادي الاهلي بعد ما المهندس محمود طاهر بحث الامر بلغ الجهاز الفني لكره القدم انه ده كان التصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، انه لا الاهلي حرصا على استمرار المسابقه وانتظامها هيلعب، خاصه ان لجنه المسابقات بعتت للنادي الاهلي جدول المؤجلات. يعني هي اوكي سكنت المؤجلات، يعني عارفين المؤجلات هتتلعب، هتتلعب كذا. المهم يعني قبل اقتراب نهايه الدوري بمده كافيه يكون اتلعبت. صحيح. النادي الاهلي برضو بيعلن انه شركه مسك للانتاج الاعلامي اللي كانت تردد ان هي حجزت على مستحقات النادي ورصيده او مستحقاته المتاخره لدى نادي ستوك سيتي الانجليزي من صفقه بيع رمضان صبحي، اتقال انه شركه المسك حجزت على مستحقات الاهلي في هذه الصفقه. النادي الاهلي بحسب تصريحات الاستاذ كامل زاهر امير الصندوق قال انه النادي فوض محامي انجليزي لمتابعه هذا النزاع القائم بين الاهلي وشركه مسك للانتاج الاعلامي. ونفى زاهر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي النهارده الحجز من قبل شركه مسك على مستحقات الاهلي لدى ستوك سيتي نظير بيع رمضان صبحي. واوضح كامل زاهر ان كل ما يتردد من غرامات وارقام وقعت على الاهلي هي كلها معلومات غير صحيحه. اصل ازاي تحجز؟ يعني انا بيني وبينك نزاع، يعني ايه الملزم لاي جهه خارجيه انها تدي لك فلوسك؟ ما نقدرش يعني. يعني لما يكون في الا في احكام نهائيه وباته، ربما عن طريق جهات دوليه تقدر تعمل كده، لكن منك لنفسك كده؟ هو مصر عرفت تسترد فلوسها المهربه بره؟ تاخد تليفون مين تاني؟ قول الو. الو يا باشمهندس. ايوه يا كبير عشاق الاهلاويه جمال العاصي، تحييك. اهلا. انت فين يا عمنا؟ انا والله طول النهار في النادي. انت فين بس؟ هي العروسه شغلاك لحد دلوقتي؟ انت لسه بترقص في الفرح صحيح ولا ايه؟ لا والله انا عندي حاجات، وبعدين كنت عشان اجي لكم فربنا كرمني اتسوقت اكس اهلاوي. وعندي رعاوي جامد جدا
بتقول لي ده عيد ميلاد النهارده الباص ده، قلت له انا عارف. الله 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 الله، قالوها في راديو لندن، قالوها في لندن. هو صاحبك شوف عمل فيا ايه النهارده، فضحني على لا 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 ده الصبح المال. وبعدين انتوا يعني بص جمال العاصم شارك في المؤامره دي، مشارك في المؤامره طبعا، مشارك جمال العاصم وعماد الغول هم وبعدين لقيت رساله جايه لك، وبعدين ابراهيم يقول لي احنا كنا حريصين ما تقراش فيها، عمالين نحجز عليها يا جيمي علشان ما توصلوش باي شكل. يعني اقل واجب واقل يعني هديه صغيره لقيمه وقامه زي المعزه عادل. يا سيدي مش عارفين نقول لكم ايه والله، بمحبه وحب واخلاص النادي الاهلي. عادل القيعي يا جماعه في ملخص سريع كده، ده الراجل طول الوقت عمال يقدم في نجوم، قاعده اطلاق النجوم، هو طول الوقت هو المنظر الحقيقي للاهلي في الخمسين سنه الاخيره. صحيح. عادل القيعي كان دائما خارج الضوء، وكان طواعيه يلقي الضوء على اناس اخرين، وقدم اشخاصا مشخوصا سواء على مستوى الاداره او التدريب او اللاعبين. لما نيجي في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله هنقول وهنعد وهنعدل، ودلوقتي في منهم ناس قيمه وقامات كبيره. عادل القيعي زي ما انا قلت قبل كده، الاهلي بيروح معاه البيت بينام معاه على السرير، ما بيفرقوش خالص. فانا نفسي نفسي القيمه الكبيره القامه الكبيره اللي اسمها عادل القيعي، كل مرة في ملك أكتافة أنا بقى أحول نفسي للمشاهد، يقول لنا فقرة بس عن صفقة العمر. يعني نفسي يبقى في فقرة كده اسمها أنا صفقة العمر، إن أنا عرفت ناس زيكم. والله يا أخي أنت راجل جميل، وإحنا لينا مع بعض يعني تعرف بعض طويل في الحياة، واتكلمنا كتير ومناظرات ومسجلات واتفاقات وجدل، وساعات تختلف، إنما طول الوقت احنا يعني عارفين بنختلف حوالين ايه وبنتفق او نختلف، احنا نظل بس ما ضربناش بعض ولا مره يا جمال. لا خالص. لا احنا دخلنا في بعض يعني الحمد لله. انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، ومش عايز الناس يعني نبقى بنجور على حقها اكتر من كده والله. لا انا عايز اقول هو ده حقها. طيب وصحه يعني وعافيه، وربنا يديك الصحه ويخليك لاولادك ولاسرتك ولعيلتك النبيله، ويخليك لجماهير الاهلي اللي بتعشقك، وربنا دايما عطاؤه بلا حدود. وانا ازعم ان ربنا دايما بيستر سريحك باثر رجعي، واداك كل الجهد اللي انت بذلته وكل البصور. انت صليت عليا ابراهيم خلاص بقى. ربنا يكرمك. انا اقول لك على حاجه بس، رساله جات لي من المشجع الاهلاوي حربي، احنا كلنا عارفينه طبعا، يقول لك ان فهم الشيك اول ماتش لعبه كان الشرقيه اللي الاهلي كسب 2-0 كان على مختار التتري. الشرقيه مش كفر الشيخ. ما انا مش فاكر. يعني الماتش الشرقيه والله، اصل انا مره قلت الشرقيه قالوا لي كان كفر الشيخ. انا فاكر انه الشرقيه خلاص. وانا مش عارف بقى حد بالنسبه لك طبعا بعد، انما انا فاكر ان طاهر وشايف الجولين وهو بيجيبهم دلوقتي. انا بقول لك هو دلوقتي يعني الجول الاولاني بشماله كده فيرست تايم فاكره طبعا، مش ماله فلسطين ده المشهور بيه برضه يعني كان ده ستايله صحيح، فاستخد ايه يعني نجوميه طاهر الشيخ في النادي الاهلي. صحيح. هو كان جاي نجم بس فاستخد نجوميته في النادي الاهلي. ولو عايز نتكلم بقى الصفقات، اقول لك بقى مثلا علي ماهر، يوميها انت عملت ايه مع اللواء عبد المنعم الحاج، وازاي بقى العربيه المرسيدس شهدت الجولات اللي هي في القاهره عشان محدش يعرف حاجه. لو كلمنا في الصفقات اللي انت عملتها، يعني انا عندي جزء برضه في السردون اسمه يا طول الحديث يا استاذ جمال، وشكرا جزيلا ليك. انت كنت شاهد عيان في حاجات كتير. شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ جمال، واشكر كل الناس استاذ عماد الغيل، وفرد فرد من اللي موجودون في القناه ومش عارف اقول لك ايه يا ابراهيم والله. الاهلي بيضاعف غرامه محمد عادل لاعب فريق الطايره، محمد عادل لعيب في الكره الطايره. عمل ايه؟ مع الاهلي في تونس، في مباراه للاهلي مع الاهلي الليبي. يعني اشار باشارات للجماهير اللي موجوده، جماهير الترجي التونسي، فتقرر ايقافه وتغريمه ايقافه لمده مباراتين وتغريمه $1000. يعني انا بحب القرارات اللي زي كده.
الاهلي مره استغنى عن ايمن رشدي يعني كان افضل يعني لاعب كره طايره في وقته. يعني هو مش هيلعب قدام الجزائر. هو مباراتين ده واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي ومصر. لسه جايبينه من سموحه. من اطول اللعيبه ومن اهمهم. لكن برضو عندما يكون الصراع بين القيمه والمصلحه الاهلي بيرجح. عموما الاهلي كسب السجون الكيني 3-0 وصعد عشان يواجه اهلي بوعريج الجزائري. انت عارف السيمي فاينل يوم الاحد ان شاء الله. اللعبه الشعبيه الثانيه بعد كره القدم في كينيا كره الطايره. والنجم اطاح بالترجي. نجم الساحلي. ما النجم ده فريق ربنا يستر. ربنا يستر. طيب الجزائر على فكره يا جماعه مباراه لا يستهان بها. بص محمد عادل اللاعب المؤثر جدا القوي اللي انت بتتكلم عنه الاهلي عاقبه اداري تربويا علشان اتى باشارات مستفزه للجماهير التونسيه وهو ده القرار وهو ده الرد وهو ده الاهلي. مفيش حد كبير على مش هتيجي بقى تقول اصل العقوبه اللي تتعلق بالسلوك اصل الجمهور شتمه. مفيش مبرر مش يروح يضرب الناس عشان الجمهور شتمه. مفيش مبرر مفيش حاجه اسمها تروح تتلوح بأي إشارات خارجة للجمهور. اللاعب لاعب والجمهور جمهور على رأي كابتن لطيف الله يرحمه. لما يجي لعيب مؤثر جدا وانت بتصفه ان هو من احسن اللاعبين في فريق الاهلي وفي بطولة الاهلي راح عشان يجيبها ويرتكب هذا الخطأ فيتقرر ايقافه مبارتين وتغريمه ويقول الاستاذ كامل زاهر انه مجلس ادارة النادي الاهلي لن يسمح بأي تجاوزات لأي لاعب في اي لعبة مهما كانت قيمته او حاجة النادي له وأن مجلس الإدارة يعاقب اللاعب محمد عادل رغم كل ما تعرض له من ضغوط وهجوم أتفهمها لكن تخرج عن سلوكك ما ينفعش تكون بتمثل الأهلي بدون ده بيذكرني بإيه بقى؟ كان في لعيب فز أيمن رشدي لا فاروق سيبك من أيمن طبعا ده عماد فاروق عماد فاروق عماد فاروق عماد فاروق كنا جايبينه من نادي الطيران أيوه. وكان لعيب أحسن لعيب في مصر صحيح وبعدين جات له إصابة في رجله وسافر المانيا تعالى بس عماد فاروق كان عنيد قوي دماغه صعبه قوي واللي اصعب منه ودماغه اصعب منه ابراهيم فخر الدين المدرب فكان هنلعب بطوله افريقيا وفي معسكر في تشيكوسلوفاكيا ف ابراهيم قال له هتروح مع الدكتور هيكتب لك فتره العلاج تاني يوم تكون عنده بعد فتره العلاج المطلوب كلمهم بعد ما انتهت الفترة قال لهم أنا محتاج 3 أيام كمان فإبراهيم قال له ولا يوم قعد هو اليومين بتوعه وسافر مرضاش يدخله المعسكر وكانت أزمة كنا لسه جايبينه كنا لسه جايبينه وما استفدناش منه كتير ولعيب يعمل فارق يعمل فارق واخد بالك فتفاقم الأمر والعند ده مع العند ده لحد ما عماد فاروق بعد سنة بطل ولا مشي ولا حاجة كده ولم يستفد منه الأهلي إطلاقا. عموما كويس إنه لاعب زي محمد عادل يدرك خطأه ويستوعب العقوبة ويأكد إنه ملتزم دايما بأي عقوبة النادي الأهلي وقعها عليه وبيعتذر عن الإشارة الخارجة اللي صدرت منه. هو ده الصح بقى. وإنه بيحترم القرار وبيحترم نظام النادي واللجنة المنظمة للبطولة كانت برضو هي اللي أوقفت اللاعب مباراتين حيث أنه لم يشارك في لقاء السجون الكيني اللي اتلعب النهاردة واللي الأهلي فاز فيه 3-0 يعني الأهلي بيبارك عقوبة اللجنة المنظمة لازم يبارك وعلى فكرة ما توقفش كان الأهلي هيوقف طب ما كان يقدر الأهلي يعمل تظلم ولا حاجة يقول لك الناس شتمته ده بالعكس ده الأستاذ كامل زاهر قال لك لا طبعا لا يمكن يعني فالأهلي بيبارك ويؤيد قرار العقاب وانت ذكرت ايمن رشدي واحد من اهم اللعيبه يذكرني بعبد الحليم عبو دلوقتي نفس الطول والبتاع برضو عشان احتك بالجماهير ده ماتش النهارده الاهلي والسجون كان احتك بجماهير الزمالك ايوه وشتمهم بلفظ خارج اتشطب ايوه عشان اتكررت منه خد انذار ولما كررها اتشطب وكان لعيب هايل راجل الفترة اللي فاتت في الكورة بقى حيث القدم الثابتة على الأرض إذا كانت راية الأهلي طايرة في السماء وفعلا بيقدم الأهلي عروض قوية في بطولة أفريقيا للأندية في تونس سعيا للفوز باللقب بإذن الله تعالى
قدم الأهلي الثابتة على الأرض بقيادة الكابتن حسام البدري بتواصل الاستعداد لاستئناف الدوري ومن ثم أيضا الدخول بقوة في دوري الأبطال الإفريقي. أثير في الفترة اللي فاتت كتير من الكلام حوالين الأهلي ممكن يدخل طرف في صفقة ستانلي لاعب وادي دجلة المعار للزمالك، وقال كلام كتير انه هيبقى فيه مزايدة والأهلي داخل والأهلي عايزه. اليوم السابع بينقل عن المهندس محمود طاهر تصريح مهم جدا انه الأهلي ليس طرفا في هذه الأزمة، والأهلي بيرفض الزج بيه في أي مزايدات أو في أي مزادات هدفها رفع سعر أو إثارة قيمة على صفقة ما، والأهلي بيحسب أموره الفنية بطريقته دون أي تفكير في مزاحمة أي نادي آخر على ضم ستانلي أو غيره. طبعا هو أصل هو محطوط إعارة بنية البيع ومحطوط رقم لا هياخده فما فيش مزاحمه هنا. يا الزمالك يا هياخده يا مش هياخده اذا الاهلي عايز يحق له ياخده بالسعر اللي متسعر بيه. ما هو اذا دفع اذا دفع هياخده. طب افرض الزمالك شايف انه غالي كده هيقول وادي دجلة لا ده غالي عليا مش هياخده، فهيبقى يرجع في الحاله دي وادي دجلة حر في بيعه لاي نادي يراه. وده اللي خلى الجرايد كلها الحقيقه منشغله جدا بما تصفه كويس بمعركه ستانلي. كويس جدا حسنا فعل المهندس محمود طاهر انه يقول هذا الكلام، لان هتلاقي كل الاخبار بتتكلم عن اشتعال المزاد منصور المزاد واشتعال ودي اللي بتخلي البورصه في كره القدم تبقى غير واقعيه. الاهلي هيلعب مع سكر الحوامديه يوم الاحد مباراه وديه، والكابتن سيد عبد الحفيظ انهى الاتفاق مع نادي السكر ضمن سلسله وديات يخوضها الاهلي في الفتره الجايه لتجهيز اللاعبين، خاصه الناس اللي ما شاركوش في الرحله الافريقيه الاخيره. واحمد حمودي لاعب الاهلي اللي بدا ياخد فرصه حقيقيه في المشاركه ويظهر دوره المؤثر مع الفريق له تصريح في صدى البلد انه بيحلم بالتتويج مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا. وقلت لحضراتكم انه فعلا تخطي عقبه بيدفست الجنوب افريقي مثلت نقطه انطلاق حقيقيه، بدات الناس كلها تركز في البطوله، خلاص دخل الاهلي اجواء دوري ابطال افريقيا وبدا الحلم ينمو داخل الجميع سعيا وراء الفوز بالبطوله باذن الله تعالى ثم السفر لكاس العالم للانديه. الاهلي كلف اللجنه الفنيه بالبحث عن مهاجم افريقي وبيرفض رحيل باسم علي، ده في اليوم السابع. الحقيقه فكره رحيل باسم او غيره، واحنا يا جماعه لسه بنتكلم لغايه دلوقتي واحنا في شهر مارس، يعني ليه ما فيش حد هيمشي الا من الاهلي؟ ليه ما حدش ما بيلعبش الا في الاهلي؟ يعني كوليبالي ما بيلعبش، طب ما بيلعبش ليه؟ لو لعب كوليبالي طب هو عمرو جمال راح فين؟ طب يا عيني حرام متعب مظلوم، طب لامتى هتسيبه اجايبه ما بياخدش فرصه وهكذا. يا جماعه هو هذه كلها محاولات صناعه مناخ سلبي لفريق الاهلي، صدقوني الاعلام كل هدفه ازاي ينسج مقومات مناخ سلبي يعرقل بيه. انت بتتكلم على اللعيبه هتمشي، هو حد هيمشي دلوقتي؟ هو الباب مفتوح؟ ما الدنيا مقفوله، اللي جوه جوه واللي بره بره. يعني لا وافرض يعني انت هتتكلم انا همشي مين النهارده؟ يا سيدي حتى لو انت مقرر افرض حصل لك اصابه مثلا في مركز من المراكز، افرض لاعب لعب وظهر بمستوى تاني خالص، مفيش كلام فارغ من ده ابدا. محدش بيتكلم على مشايان لعيب وبتاع واللجنه الفنيه تكلم مش عارف مهاجم افريقي، خلاص رصاص الرمى تم اطلاقها على اللي موجودين. كيلوبالي قايلين الاسم كيلوبالي. لا الحقيقه يعني ما اعرفش يعني لامتى هتفضل المساله الاعلام مركز معاها بهذا الشكل، هز ثقه فريق يبدو ان الزمالك صارت زوابع بين اللعيبه. هو زمالك والمقاصه وسموحه مش هيجيبوا لعيب ولا يمشوا لعيب ولا بيتهيألي خدوا قرار بكده. لا يعني حتى الناس ما بتتكلمش، المعارين يعني لاعب ينجح بشكل معار طب امال ليه كان ساب الاهلي؟ طب ما هو ساب الاهلي علشان يوصل للمستوى ده. يعني ما انت هو لو عايز يسيبه ما كان سابه مثلا. يعني ما هو الاعاره جزء من التجهيز. ايوه يعني
كابتن حسام البدري اعلن تمسكه بباسم علي وتمسك حسام البدري بالجميع. يعني يا جماعه ما فيش مدير فني دلوقتي زي ما يقول لك ايه قدم تقريره. يعني ايه قدم تقريره؟ هو تقريره ده كده سهله يعني كل اسبوع قدم تقرير عايز يعني هو كابتن حسام بيعلن كل شويه انا متمسك بفلان يعني اعلانها فين دي؟ ولو مش متمسك هيقول انا مش متمسك ازاي يعني؟ ما هو في النهايه هو بيلعب بفرقه 18 لاعب وبيختارهم مين الكويس هو اللي بياخده وبياخده وفقا لوجهه نظره. فكره التصريحات والتكليفات والكلام ده فعلا مبكره قوي قوي على الكلام ده. لا انا بستغرب حاجه يا باشمهندس كمان الناس والله بجد من الناحيه الاعلاميه ومن الناحيه الصحفيه في حاجات تعقل وحاجات لا تعقل بصفه عامه. حتى جمهورنا دلوقتي المشغل على السوشيال ميديا بيقعد يحلل وبيقول الكلام ده وبيقدر يفرز عموما. لا بيقول الكلام ده برضه. خلي بالك احنا في مجال كل الناس فيه بتتكلم. طيب مستر كوبر سلامة دراعك بعد الفاصل.